لسوء الحظ ألغيت مباراة ليون إدواردز وبلال محمد بسبب الإصابة في العين. شو صار بالضبط؟ ليون إدواردز كان غايب أكثر من سنة، كان لازم يقابل خمزة، لكن خمزة كان مريض فقابل مكانه بلال محمد. بلال محمد مقاتل مصنف 13 في الفئة. كان في بداية اللعب ليون إدواردز كان مسيطر على الموقف، حط كيك حلو كذي على الوجه خلاه يلخبط شوية، لكن بلال ما تأخر بين الشوطين، فكان يبان عليه إنه تأثر بأي شيء ليون سواه. كان في الشوط الثاني اضطر الحكم لوقف المباراة لأنه ليون عطاه في عينه، حاب يطوح اليد اليسار عطاه في عينه يعني داخل، فهي اضطر الحكم لوقف المباراة بسبب إصابة بلال. بلال ما عرف يكمل المباراة بعديها وألغيت المباراة بسبب التصرف الأحمق من صاحبنا هذا. ليون إدواردز قبض $63,000 وبلال محمد قبض $64,000. شكرا على حسن استماعكم. انا انزل فيديوهات 3 مرات كل اسبوع. لايك سبسكرايب اعجاب. ثانك يو.